السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله مكملين مع بعضنا شرح وحل منهج مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 2024 من كتاب المدرسة. يا ريت يا سادة لأول مرة أشوف قناة تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. إن شاء الله هنحل مع بعضنا النهاردة كل تدريبات الكتاب المدرسي على الموضوع الاول اللي هو ايه بعنوان عقلي. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا، نبدأ مع بعضنا سنة ستة التقييم التشخيصي من كتاب المدرسة صوت خمسة. عندي نشاط واحد، اقرأ ثم اجب. نركز مع بعضنا. اخذت اشعة الشمس الذهبية اللامعة تتصارع في الاختباء خلف السحب ثلجية اللون، وأطفال حينا يطيرون فرحا بنسائم الربيع المنعشة بين الأشجار المورقة والأزهار الملونة. أسند آدم رأسه إلى النافذة يرنو بحزن إلى الطبيعة. نعم بحزن، فهو لا يستطيع الخروج ومشاركة رفاقه اللعب في هذا اليوم الذي أنتظره طويلا. لقد شفي منذ أيام من مرضه واستعاد عافيته، لكن أوامر الطبيب كانت صارمة، استراحة في البيت لمدة أسبوع. تخيل آدم نفسه هو يرقد ويطارد رفقه هنا وهناك، وبعد أن يتعبوا يستريحون عند البحيرة الساحرة ويسترخون على العشب، يتأملون أسراب الطيور في السماء، ولكن لا أحد من أصدقائه تذكرهم، فحتى الآن لم يتصل به أحد أو يطرق الباب، فقد نسوه حيث خرج الجميع ليستمتعوا بالربيع. شعر آدم بالبرودة تتسلل إلى جسده، إنه واثق من إنه ليس مريضا. حاول جاهدا أن يدفي جسده واستلقى على سريره وغطى جسده، إنه يرتجف، ما زال مريضا، لا إنه وحيد، كاد يبكي. وفجأة رن الهاتف فوثب نحوه. أهلا، من معي؟ أنا مروان، كيف حالك يا آدم؟ سأأتي مع الرفاق لزيارتك، أنا في انتظاركم مع السلامة. أخذ آدم يقلب الهاتف مرارا ويقفز ويصرخ من الفرح كمهر نشيط، وزال إحساسه بالبرد تماما وبدأ الدفء اللذيذ يغمر روحه وجسده. هنشوف مع بعضينا الأسئلة اللي واردة معايا على القطع. عندي رقم ألف، قال لي اختر الإجابة الصحيحة. رقم واحد، لم يخرج آدم للعب مع رفاق لأن والديه منعاه، والديه مذاكرة، ولا الطبيب أوصى بعدم خروجه للعب. طبعا جت معايا في القطعة إن الطبيب أوصاه أوصاه بعدم خروجه للعب. تمام. اتنين، شعر آدم بالبرودة في جسده وأخذ يرتعش لأن الجو كان باردا، ولأنه كان مريضا، ولأن أصدقائه لم يتذكروه. طبعا لأن أصدقائه لم يتذكروه. تمام. رقم ثلاثة، زال إحساسه بالبرد عندما تحدث إليه بعض الأصدقاء، ولا استلقى على السرير وغطى جسده، ولا جلس قرب المدفأة. طبعا زال إحساسه بالبرد عندما تحدث إليه بعض الأصدقاء. تمام. نشوف مع بعضينا السؤال اللي بعده. رقم باء، قال لي كيف تخيل آدم نفسه مع رفاقه؟ طبعا تخيل نفسه مع رفاقه موجودة معايا في القطعة، عندما كان يركض، عندما هنكتب كده الإجابة بتاعتنا، عندما كان يركض ويطارق رفاقه هنا هنا وهناك. تمام. نشوف السؤال اللي بعده. رقم اتنين، قال لي إذا كنت مكان آدم فماذا ستفعل؟ اذكر السبب لاختيارك. مديني اختيارين، تسمع كلام الطبيب وتنفذ اوامره، ولا تشارك الاصدقاء وتخرج للعب بين الاشجار. طبعا لو انا مكان ادم طبعا هعمل هسمع كلام الطبيب. طب ليه؟ طبعا حتى استعيد صحتي واستطيع بعدها طبعا ممارسة اللعب بحرية. تمام.
نشوف السؤال اللي بعده، قال لي ضع الكلمات والتعابير التالية في جمل مفيدة غير التي وردت بالنص. مديني تعبيرات جت معايا في النص بس عايزها في جمل غير اللي جت معايا ايه في النص. عندي كمهر النشيط عايز احطها في جملة، اقول مثلا ايه شعرة انثى كمهر النشيط ايه في الرحلة. عندي مثلا اتنين نسائم المنعشة، ممكن نقول ايه نحن نستمتع بالنسائم المنعشة في فصل الربيع. تلاتة يغمر، نقول مثلا ايه الحزن يغمر وجهي منذ ايه عند مثلا عند الخسارة، الحزن يغمر وجهي عند الخسارة. اربعة تسلل، نقول مثلا ايه تسلل الامراض الى ايه تتسلل الامراض المراد الى ايه الامراض الى الكسالى. ننتقل مع بعضينا لصفحة ايه لصفحة ستة. نشاط اتنين، قال لي حول ما تحته خط للجمع وغير ايه ما يلزم. هو مديني كلمة وحاطط تحتها خط، انا هحولها ايه للجمع، سواء للجمع المؤنث او الجمع المذكر السالم. عندي رقم واحد، قال لي حضرت تلميذة الى مدرستنا، حضرت تلميذة الى ايه مدرستنا. طبعا لما اجي اجمع هنا عندي كلمة تلميذة دي ايه مفرد، مفرد طبعا هنا ايه مؤنث، يبقى طبعا هنا احولها لجمع المؤنث السالم، نقول ايه حضرت تلميذات الى مدرستنا، حضرت تلميذات الى مدرستنا. اتنين كرم المعلم المجتهد، نقول ايه كرم المعلم المجتهدين، كلمة المجتهد دي مفرد هحولها لجمع مذكر سالم تبقى المجتهدين. تمام. نشاط رقم ثلاثة، بيقول لي ايه حدد علامات رفع الاسماء التي تحتها خط مبينا السبب انه ان ايه ان وجد، يعني هنشوف لو في سبب هنقول، مفيش خلاص. رقم واحد العينان مبصرتان، العينان مبصرتان. علامة رفع الاسم هنا عند كلمة العينان لما اجي اعربها اقول مبتدأ مرفوع، علامة رفع ايه العينين هنا مثنى، يبقى علامة رفع المثنى الالف، علامة رفع المثنى ايه الالف. تمام. اتنين الرسامون ماهرون، علامة الرفع هنا طبعا كلمة كلمة ماهرون لما اجي اعربها اقول خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لانه جمع مذكر ايه سالم، فانا لازم احدد موقع الكلمة عشان اعرف ايه اعرف علامة الرفع فيها في الإعراب. رقم ثلاثة الحدائق أمام المنازل، الحدائق دي اسم وقع في أول الجملة يبقى على طول إيه على طول مبتدأ، والمبتدأ على طول مرفوع، مرفوع هنا بإيه طبعا هنا علامة الرفع هنا الضمة، لأن طبعا كلمة الحدائق جمع تكسير، جمع إيه تكسير. نشوف مع بعضنا النشاط رقم أربعة، بيقول ثن الكلمتين التاليتين وضع كل منهما في جملتين بحيث تكون مرة مرفوعة وأخرى إيه منصوبة. هو مديني كلمة هحطها في جملة، الأولى تكون مرفوعة والتانية تكون إيه منصوبة. عندي كلمة وردة، نقول إيه هاتان وردتان جميلتان، دي في حالة الرفض. في حالة النصب نقول ايه قطفت وردتين، قطفت وردتين، طبعا وردتين تاني جملة طبعا معايا في حالة النصب دي، لو اجي اعربها اقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه هنا طبعا الياء، نصبه ايه الياء طبعا، ليه لانها طبعا هنا مثنى لانها ايه مثنى. رقم ثلاثة طفل، نقول مثلا ايه ذهب الاطفال الى الحديقة، ذهب الاطفال الى ايه الحديقة. طب الاطفال هنا لما اجي اعربها اقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام. طب في حالة النصب اقول ايه رأيت طفلين كسولين، رأيت طفلين كسولين. تمام. نشوف النشاط رقم خمسة، بيقول ضع خطا تحت جمعي المذكر السالم والمؤنث وبين علامة الإعراب واذكر السبب، يعني هو مديني جمل وانا هحط خط تحت جمع المذكر وجمع المؤنث السالم وبين علامة الإعراب وبين السبب. عندي اول جملة قال يفوز المجتهدون، يفوز المجتهدون، المجتهدون هنا طبعا جمع مذكر سالم وجمع مذكر السالم علامة الإعراب في حالة الرفع الواو. تمام. طب السبب طبعا هنا كلمة المجتهدون خبر مرفوع، خبر ايه مرفوع. تمام. يجر الحبل العجلات، يجر الخيل العجلات،
عندك ترى كلمة العجلات هنا جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث ايه؟ سالم. وجمع مؤنث السالم علامة إعرابه في حالة النصب الكسر، ودي طبعا علامة فرعية. علامة ايه؟ علامة فرعية. تمام. رقم ثلاثة، يلعب الأولاد بالكرات، الكرات هنا جمع مؤنث سالم. وعلامة الإعراب في جمع المؤنث السالم في حالة النصب أو الجر، طبعا هنا ايه؟ الكسر، ودي برضو ايه؟ علامة فرعية. شكرت المعلمين، شكرت المعلمين. المعلمين دي جمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم؟ لا طبعا جمع مذكر سالم. لما اجي اعربها اقول المعلمين مفعول به منصوب وعلامة نصب الياء لانه جمع مذكر سالم. تمام. عندي نشاط ستة بيقول لنا ايه؟ اكمل ما يلي. ألف، اكتب جملة فعلية يكون الفاعل فيها ايه؟ مثنى. عندي الجملة نقول ايه؟ عالج الطبيبان المريضين، عالج الطبيبان المريضين. رقم باء، لأكتب جملة فعلية يكون فيها المفعول به جمع مذكرا سالم، نقول مثلا ايه؟ كرمت الدولة المتفوقين، كرمت الدولة المتفوقين. جيم، لأكتب جملة يكون فيها الفاعل جمعا مؤنثا ايه؟ سالما. عايز الفاعل نقول ايه؟ شرحت المعلمات الدرس. رقم دال، اكتب جملة يكون فيها المضاف مفردا، نقول ايه؟ مكتبة المدرسة واسعة. نشوف النشاط رقم سبعة بيقول ايه؟ اكتب ما يملى ايه عليك طبعا دي ايه؟ المدرس طبعا هيلقى عليك نص املاء وانت طبعا ايه؟ هتتملى منه. عندي نشاط 8 دي بيقول اكتب قصة قصيرة ابطلها من الحيوانات وتتحدث عن التعاون والمشاركة، مراعين عدد كلماتها من 50 ل 70 كلمة، وعناصرها ايه؟ من مقدمة وعقدة ونهاية، وذكر طبعا وذكر المكان والزمان.